في يوم كان صابح عليا امتحان والساعة جت 10 بالليل، وللأسف نسيت أجيب شوية أدوات كانت مهمة جدا، فلبست ونزلت على منطقة فيها مكتبات كتير، ويا دوب لحقت ودخلت مكتبة كانت على وشك إنها تقفل. لقيت فيها راجل عجوز كده عنده حوالي 60 سنة. قلت له يا حاج عايز كذا وكذا وكذا. قال لي بص يا ابني، شايف المكتبة اللي جنبي دي؟ روح اشتري منها. قلت له ليه بس يا حاج؟ ما انت لسه ما قفلتش، وبعدين ما الحاجة موجودة قدامي اهي. قال لي يا ابني اسمع الكلام بس. فواحنا واقفين دخل زبون تاني المكتبة، وبرضه الحاج عمل نفس الكلام، قال له اشتري من المكتبة اللي جنبي. فأنا بصراحة يعني صممت ان اعرف هو مش عايز يبيع ليه، فقلت له يا حاج في حد يقول لي رزق ربنا؟ لا. قال لي بص يا ابني، انا الحمد لله ربنا رزقني من واسع، والمكتبة شغالة كويس ورضا، والنهاردة الشغل كان عندي حلو جدا. ووطى صوته وقال لي بس المكتبة اللي جنب دي حالها واقف بقاله فترة، وصاحبتها ست كبيرة وطيبة مخلفة 3 بنات بتجهزهم، وانا ربنا كرمني النهاردة، فليه ما ينوبهاش من الحب جانب يعني؟ وطالما مربوحة ومرضية فالمليان يكب على الفاضي، يكون عندنا شوية نظر ودم، ما تعملناش الفلوس ولا المكسب عن الناس، وطالما طلعنا كلنا كسبانين فايه المانع؟ بصراحة أنا اتسمرت في مكاني، معقول في ناس لسه بالشهامة دي؟ سألته وقلت له بتقسمها في رزقك يا حاج، مش خايف إن الناس تروح عندها وتنساك؟ رد عليا كده بضحكة جميلة وقال لي بقسمها في رزقي إيه يا ابني؟ هو الرزق ده بإيدينا علشان نقسمه؟ ده ربك هو مقسم الأرزاق. شوف كم مكتبة في نفس المكان وجنب بعض، وكلنا بنكسب وكلنا بنتراضى، وديك شايف الباب جنب الباب. تفتكر حد يقدر يحوز زبون من عند حد ربنا كاتبه له؟ وطبطب على كتفي كده وقال لي روح يا ابني هات حاجتك من هناك، وادعي لها دعوة حلوة في سرك، واعرف دايما ان مساعدتك لغيرك هي طريق سعادتك. واوعى في يوم، اوعى تبقى عايز تكوش على كل حاجة. طالما ربنا كرمك وبإيدك تسيب لغيرك، سيب بنفس راضية، هتتجازى والله، هتتجازى بأضعاف مضاعفة. بصراحة يا جماعة أنا مشيت اليوم ده وأنا مذهول، لكن اتعلمت حتة درس ما اتعلمتوش في مدارس. اتعلمت إن الشطارة في الدنيا مش إن ناخد من إيد غير الحاجة، اتعلمت إن زودها له لو أنا اكتفيت، وإننا كلنا موجودين في الدنيا دي لنجدة بعض، وإن التجارة ليها قلب وليها دين وليها إنسانية، واللي قالوا إن التجارة ملهاش قلب غلطانين، ما فهموش الدنيا ولا فهموا معنى إن الإنسان في خدمة أخوه الإنسان. وطالما ربنا موسع علينا ليه بس نضيقها على غيرنا؟